إفادة، الخبر بالمختصر المفيد. استضاف على الاندلاع السيد رئيس سيدتي رئيس مريخ التجمع الوطني الأحرار، فوجئنا زوال اليوم واحد البلاغ اللي تم الإصدار ديالو من تسدي الأحزاب ومستثنيين فيه التجمع الوطني الأحرار. هذا البلاغ هذا السيد رئيس وانا غير نبلغو لك بعد انه ما فيهش مسؤوليه وفيه النيه المغيات، وباش نوضحو الراي العام المحلي والوطني والجهوي على اننا صراحه يعني كل حزب عند الاجتماعات ديالو داخل الاقاليم بعدها اتصل بي السي سعيد اروش بصفته رئيس فريق التجمع يعني حزب العصارة والعصارة، وطلب مني باش نعقدو واحد الاجتماع ديال رؤساء الفرق، وبالفعل تم الاجتماع في بلاد المقر ديال حزب التجمع ديال الأحرار بحضور رئيس فريق حزب الاستقلال محمد الحماني، وكذلك رئيس فريق العصارة والعصارة السيد سعيد الهروش، وكذلك الأخ رضوان السليم بصفته رئيس فريق الاتحاد الدستوري. وعبد ربه ممثلا لحزب التجمع صراحة أنا أولا كنحيي الإخوان لأن تحلوا بروح المسؤولية، كان واحد النقاش اللي هو نقاش هادف، وكان فيه كذلك واحد النقاش اللي هو فيه أخلاقي واللي حاولنا نطرقوا فيه من جميع المشاكل اللي كيعيشها المجلس، وكذلك الانفتاح اللي قلتي أنت في التصريح ديالك أنك خصك تنفتح على المعارضة. كذلك رجعنا ناقشنا مجموعة حيثيات لأن الهدف الأسمى ديالنا في التجمع الأحرار ولا باقي الإخوان الهاجس الأسمى هو مدينة طنجة ومصلحة العليا مدينة طنجة. من هذا الباب هذا صراحة بكل صراحة أننا في واحد الجو هادئ، وأنا كنحيي كذلك السيد ميكسار، أنا السيد ميكسار رغم أننا ما كنعرفش شنو عاش في مدينة كذا، كان مسؤول كان بواحد النقاش صراحة فوق أخلاقي، وحاولنا كامل بينا نكونوا في واحد الجو اللي هو عائلي وصاري. كنتمنى ان وجود المجلس كامل يكون واحد الاتفاق ونكونوا كنشتغلوا في اطار اخر، لان كامل هاد الناس فينا اللي عملوا فينا ثقه الناس باش نخدموا المصلحه العامه ديال المدينه ونخدموا المصلحه. بحال اللي كتعرفوا على ان اليوم كاين دوره ديال اكتوبر ديال مجلس جماعه طنجه، كنهنيو صاحب الجلاله على الفوز ديالنا بالمونديال، وهذه الاولى في التاريخ الحمد لله. هذا كاس العالم غادي يعطي واحد الدفعه كبيره لا للرياضه ولا للتجهيزات ولا للمرافق، الحمد لله في اطار الصحوه اللي كتعرفها المملكه المغربيه على جميع المستويات. في الدوره ديال اكتوبر حاولنا اننا اليوم نكونوا يعني صراحه مسؤولين، حاولنا لان كنخرج واحد البلاغ قبل الدوره، ديك الدوره ديك البلاغ سميناه بلاغ هجين ولا مسؤول، لان يمكن شي واحد الاطراف كتبقى كتدبر يعني الازمه ديال المجلس، وكتشوف انها ترمم الصفوف ديال المجلس بناء على التصريحات اللي عمل الندوه الصحفيه اللي عمل السيد العمده على اساس انه غينفتح المعارضه. اجتمعنا الامس في وسط الحزب ديال التجمع الاحرار، تفاهمنا على مجموعه الامور اللي كانت ايجابيه، وكنحيي رؤساء الفرق ديال الاحزاب الاخرى اللي كانت في مستوى، اذا به اليوم كنتفاجئوا بواحد البلاغه، هذيك البلاغه كان سميناها لا مسؤول. حنا حاولنا اننا نكونوا يعني حضاريين ودائما في يعني في مستوى ديال 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 تحمل المسؤوليه في مدينه طنجة. التجمع ديال الاحرار بحال اللي كتعرفوه فريقا كامل متجانس، كذلك اشتغلوا جميع المقاطعات بتجانس تام ويعني في جو اجواء عائليه مع جميع مختلف الفرق السياسيين، لان ما بقاش الصراعات الانتخابات تقادت. اليوم كاين واحد المجموعه ديال الاهتمامات ديال السكينه ديال الوعود اللي عطينا السكينه اللي خصها تبلور في ارض الواقع، وهو اللي حاولنا اليوم اننا الميساج نوصلوه للسيد العمده باش يعمل به. اولا يجمع جميع الفرقاء ويوحد بين الفرقاء باش نشوفوا المستقبل بواحد العين ديال الجديه، ونخدموا السكينه، لان شوف صاحب جلاله العمل الجبار اللي كيقوم به في ربوع المملكه، ونجيو حنايا يعني بامور شخصيه شخصنه الامور كنحاولوا اننا نبعبتوا بهذا الشيء. فاحنا كنحاولوا اننا نفتحوا على الجميع، وحنا ما عندنا مشكل مع حتى شي حزب سياسي، ومنضبطين مع التحالف وفق يعني المعايير وكذا، ولكن التحالف خصو يكون منضبط في الامور ديالو، وكنتمناهم انهم يرجعوا يعني على هذيك يوضحوا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش تفعيل الجرس والضغط على زر ابوني باش يوصلكم كل جديد.